إذا عندك فكرة وحاب تحولها إلى مشروع مربح، أو عندك مشروع حاب أنك تطوره وتخليه أفضل من الوضع اللي أنت موجود فيه، عندك في السعودية مركز دعم المنشآت. هذا المركز وش فكرته؟ فكرته يا طويل العمر والسلامة، إذا أنت عندك فكرة تجي عندهم ويساعدونك أن يحولون هذه الفكرة إلى مشروع. أنت عندك مشروع في شوية مشاكل، تجي عندهم يساعدونك أنك تطور هذا المشروع ويتحول إلى مشروع مربح. طبعا الطريقة كالتالي، تجي تدخل على تطبيق نوافذ منشآت، تحجز لك جلسات استشارية مع شخص من الاستشاريين الموجودين هناك. إذا جيت عنده تشرح له وش مشروعك وش فكرته، هو شي يسوي يشوف وش نقاط القوة اللي عندك ونقاط الضعف يحاول يصلحها لك. شيء رهيب فيهم أنه يساعدك، أنه مثلا يقول لك روح إلى الشخص الفلاني عشان يساعدك في مشروعك عشان يتطور بشكل سريع. فهم يختصرون وقتك ويطورون أعمالك بشكل جدا كبير، لدرجة أنهم حتى يدخلونك دورات يساعدونك أن تنمي مشروعك بشكل كبير. بالمختصر، المكان هذا موجود حتى يخدم أي شخص عنده فكرة، أي شخص عنده مشروع حاب يطوره يقدر يجي هنا ويستفيد من الخدمات اللي يقدمونها. طبعا عندهم برامج دعم المنشآت أو برامج دعم الأعمال، التدريب، الاستشارات، الشركات، الأنشطة وفعاليات، الإرشاد، ومراكز الامتياز التجاري. فكل هذه الشغلات يقدمها المركز الخاص بدعم المنشآت. طبعا عندهم أكثر من فرع، فأنصحكم أنكم تستفيدوا منها، لأن الأفكار حقتكم راح تتحول إلى مشاريع. كنا نشوف دائما شركات بدأت من جراجات وصارت الآن شركات مليارية، فالدور عليكم أن أفكاركم تتحول من فكرة إلى مشروع قائم يفيدك وأيضا يكون مصدر دخل لك.